سمحت يا سياده المقدم، اكيد في حاجه غلط، انا ما عملتش اي حاجه. النقيب حسام عزو ابني معاكوا هنا في امن الدوله. لو سمحت ما تتكلمش الا لما يطلب منك. حاضر. حماده عزو سياده العقيد. عقيد استاذ حماده، انا ما عنديش اي فكره انت هنا ليه، ارجوك تهدى شويه. والله يا سياده العقيد انا ما عملت اي حاجه، انا لسه حتى متجوز جديد ودول جول. اتفضل يا سياده العميد. عميد انت حماد عزو؟ ايوه يا فندم. سياده اللي هو عايزك. اتفضل اتفضل يا استاذ حماد، اتفضل اقعد. خير يا فندم، هو في ايه؟ لا انا بقى اتكلم معاك بصفه وديه، اتكلم معاك كأب. اب يا فندم انا كنت قطعت الخلف خلاص. اصل انتوا لكم على حضراتكم داخله كده يعني، تخلي الواحد مفصل تسيب. خلاص لو سمحت بقى عشان هو عايز يتكلم معايا كأب. اتفضل. خير يا فندم، حسام عمل ايه؟ لا هو مش حسام، ابنك التاني ابراهيم. الحقيقة ابراهيم بيمر بمرحلة خطيرة جدا، ممكن تأثر على مستقبله، مش مستقبله لوحده، مستقبل اخوه التاني حسام. وانا بعتبر حسام زي ما هو ابنك وابني تمام، لانه اشتغل معايا اول ما خدم في الجهاز، يعني انا اللي مدربه ومربيه. ده شرف كبير لينا يا فندم. يا حماده بيه، ابنك ابراهيم ماشي في طيار خطر جدا، احسن له يسيبه ويلتفت لدروسه. بيطلع في مظاهرات وبيكسر في ممتلكات الناس. الحقيقه شدينا ودانه مره واتنين لكن ما ارتدعش. بيوزع منشورات بيكتب فيها كلام سيء جدا في حق ناس كبار في البلد. احنا خلينا الجامعه هي اللي تتصرف عشان ما يقولوش البوليس بيتدخل في كل حاجه. انما توصل انه يسجل شريط بصوته يشتم فيه كل رموز البلد وبألفاظ بذيئة جدا، لا 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 لا، ده موضوع لا يمكن السكوت عليه. إبراهيم؟ أيوه إبراهيم. يا فندم إبراهيم يقول ألفاظ بذيئة؟ أيوه إبراهيم. حمادة بيه يا فندم، إبراهيم ده عامل زي البنت البكر، بيتكسف من خياله، أكيد حد تاني. لا لا لا، هو واحد من زمايله هو اللي بلغ عنه. والله إذا كنت ساعتك متأكد أنا مش ممكن أسكت على الواد ده أبدا. ابعت لي إبراهيم، أنا عايزك تتعامل مع الموضوع بحكمة يا حمادة بيه. تحتويه، تتكلم معاه، تاخده في حضنك، لأن هو محتاج لك أكتر. حاضر فندم، حاضر. ادخل. تعالى يا حسام. الوالد هنا أهو. جه على طول أول ما عرف باللي عمله إبراهيم أخوك. بيتهيألي أسيبكم مع بعض أحسن. على إذنكم. عمل الواد ابراهيم ده حسام؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ معقوله؟ لا لا لا، انا سكت عليه كتير عليك، بس المره دي مش هتعدى على خير. يسجل كلام الفاظ بذيئه؟ لا كده تجاوز كل حدوده. والله يا حسام عارف سعادة اللي هو اول ما كلمني انا جيت جري، جسمي كله كان بيتنفض. ازاي ابني ابني يعمل كده؟ ابن حماد عايزه؟ والله حسب انا ما انا مصدق. جه الشملول اهو. يا سافل يا قليل الادب، انت ولد مش متربي. سيبني حسام انا اكلمه بعد اذنك. يعني تحرج اخوك في شغله وتخلي رقبتي زي السمسمه قدام سعاده اللواء؟ أظهر إن أنا تساهلت في تربيتك. أنا آسف يا بابا. آسف؟ أصرفها منين آسف دي؟ وآسف لمين ولا لمين ولا لمين؟ آسف ليا ولا لأمك ولا لأخوك اللي مشرف العيلة كلها؟ اسكت! إيه يا حسام؟ بقول لك اسكت! حاضر. أنا سمعت منك الكلام ده كتير.
انت ايه؟ التمثيليه دي ما تزهقش منها؟ انت السبب في ده كله، انت السبب في اللي احنا فيه ده. هو انا سجلت الشريط بصوتي ولا الوالد السافر ده هو اللي جابنا لهنا؟ بس المره دي مش هتعدى على خير. انا ليا كلام تاني مع عائشه، هشوفها ازاي سايباك داير على حل شعرك. امي مش سايباني يا بابا، امي هي اللي جت معايا الجامعه وجابت لي الكارنيه بعد ما سحبوه مني. ايوه غير انت الموضوع بقى، انا كنت على فكره في المستشفى عشان كده اتاخرت عليك. والله يا حسام انا ما كنت داري بنفسي ولا باللي حواليا. لو سمحت، لو سمحت بقى، احنا في مكتب سياده اللواء، المهزله دي لازم تنتهي. ايوه انت معاك حق، احنا فعلا تقلنا على سياده اللواء. طيب يلا نجرب الدبي. حسام انا ممكن اخده معايا بقى؟ استنوا لما استاذن سياده اللواء. دي عم تعملها فيها بقى بابا؟ انت مش بعتش تقطيم فيا ولا ايه؟ يا دي حمار، انا عملت كل اللي عملته ده عشان يسيبوك تمشي معايا. يعني كنت عايزهم يسجنوك يا ابراهيم. بس بقى، بس يا حمد وهات عندك ما تعيط بقى. خلاص خلاص بقى. بقول لك ايه، هو ايه موضوع الشرط ده؟ كلام كلام بذيء بذيء. لما نخرج من هنا ابعتوا لي بلوتوث. يا ساخر يا قليل الادب. ايه يا حسام، استاذنت ست اللواء؟ تقدروا تفضلوا. اتفضل نجرب. عن اذنك يا حسام. دي شركة وومن براند، بعتين لك فاكس. يا رب يا جيجي يكونوا وافقوا يدوني التوكيل. اقري كده. هما بيقولوا انهم مبدئيا ما عندهمش مانع، بس في شوية شروط. شروط ايه؟ المليون دولار التأمين يتحطوا في بنك أجنبي. أيوة ما أنا عارف. ومعترضين على مساحة المحل بتاعك، بيقولوا على الأقل المساحة لازم تبقى ضعف المساحة دي علشان ده هيبقى توكيل الماركة في الشرق الأوسط كله. وإيه تاني؟ ومديين لك مهله شهر عشان ترتبي امورك، وطبعا هتضطري تسافري لهم وتعملي معاهم ميتنج في باريس خلال المهله دي. دي فرصه عمري يا جيجي. هو ده الحلم اللي بحلم بيه طول حياتي، هو ده الليفل اللي بتمنى اشتغل فيه. طب وايه المشكله؟ ما هي محلوله. امال احنا اتجوزنا حماده عزه ليه؟ مش عشان الظروف اللي زي دي؟ تفتكري هو ده الوقت المناسب؟ ده انسب وقت. وبعدين كويس قوي انهم ادونا مهله. وبعدين بصراحة حمادة بقى ده مش المفروض يديكي المحل بس، ده المفروض يدفع لك التأمين كمان. هو انت غريبة؟ ده انت مراته. المهم الاقي الوقت اللي اعرف استفرد بيه واكلمه. ليه؟ هو انت وهو ما بتقعدوش مع بعض لوحدكم؟ لا طبعا، على طول ماما نونة معانا. حمادة ما بيختليش بيا غير وقت قليل جدا، وفي اوضه النوم بس. ما هو ده احسن مكان تفتحيه فيه في الموضوع ده. ده مش يديكي المحل بس، ده يديك يعني. ماما نونة قعدت تنايم في هيثم ساعة، وأنا قعدت نايم في ماما نونة نص ساعة. أنا ما قلتكيش على الواد إبراهيم والقصيدة اللي كتبها. مسخرة يا ناس، بذيئة بذيئة. عارفة لو اديتيني بوسة هسمعها لك. ايه الحلاوة دي؟ يا قد كده بتلاقي في اللون الأحمر؟ ايه الجمال ده؟ اوعى بقى يا حمادة، أنت مش بتحبني. أمال بحب مين بس؟ لو بتحبني كنت افتكرت يوم زي ده، مش أنا افتكره وأنت ولا على بالك. أنا آسف يا حبيبتي، أنا آسف. هابي فالنتاين داي. أنا زي بس أنسى يوم زي ده؟ ده المحل بتاعي مليان دباديب حمرا. عشان أنا آخر حاجة بتيجي على دماغك. ما تقوليش كده يا ناس، آخر حاجة إيه بس؟ هو أنا بفكر في حاجة تانية غيرك عرفتي؟ معقولة ده؟ هتبوظ الفالنتين كده يا ناس؟
في حد يا حبيبتي يعيط يوم عيد الحب؟ ده صار اني رميت عليك نفسي زياده عن اللزوم. انا حاسه اني بقيت رخيصه قوي. انا اتجوزتك في لحظه ما كانتش في دماغي اي حاجه غير اني بحبك وعايزه اعيش معاك. ما فكرت زي اي ست لما بتتجوز لا في مهر ولا في شبكه ولا في حتى هديه جواز. انت عارف ان انا مش ماديه، الفلوس دي اخر حاجه تهمني، لكن الاحساس، احساس الواحد عند الراجل بيحبها بيقدرها، ده احساس مهم جدا لاي ست يا حماده. انا فعلا قصرت معاك في الحكايه دي يا ناس، انا مش عارف ازاي ما جاش على بالي الموضوع ده. أنا كنت لازم أجيب لك هدية تناسب حبي ليكي. ملحوقة، اطلبي أي حاجة دلوقتي وطلبك مجاب. شوفي، اعتبريني العفريت اللي يطلع لك من المصباح لما تدعكيه، يقول لك شبيك شبيك عبدك وبيدك. يا محمد ادعك المصباح. بلاش، ادعك لك نفسي أنا. شبيك ربيك عبدك وبين ايديك. اموري عايزه ايه؟ يعني اطلب؟ قشري شاوري على اي حاجه في الدنيا، في ثانيه تبقى قدامك وبتاعتك. انا مش طماع، انا مش هطلب غير طلب بسيط ومش هيكلفك اي حاجه. يعني ناس اموري. انا عاوزاك تكتب لي المحل بتاعك باسمي. طب ما تسيبيني انا اجيب لك هديه على ذوقي. مش يمكن اجيب لك حاجه احسن من محل التعبان ده؟ ايه ده يا عم، انت مستخسر في مراتك؟ مستخسر ايه يا حبيبتي؟ يا ناس انا ما استخسرش فيكي ملايين الدنيا كلها، بس اصل المحل ده له معزه خاصه عندي. يعني تقدري تقولي ان انا مرتبط بيه عاطفيا، ما اقدرش استغنى عنه. لا يا حبيبتي، أنا ما بحبش حاجة في الدنيا أكتر منك. هو أنا بقول لك تبيعه وتديني تمنه؟ ده أنا بقول لك اكتبه لي باسمي بس، وهيفضل زي ما هو محلك برضه، وأنا عندي البيوتي سنتر ده مش يعتبر تبعك. أنا مش واحد يا حمادة. واحد يا ناس واحد. ولا أنت بقى مستخوين؟ أعوذ بالله، مستخوينك إزاي بس يا ناس؟ ده كلام تقوليه برضه. على فكرة يا حمادة، أنا مش عاوزة محل ولا عاوزة حاجة، أنا بس كنت بختبرك عايز أعرف غلاوتي عندك قد إيه. متهيألي واضح إن أنا ولا حاجة بالنسبة لك، ولا حاجة. أنت مش فاهمة الحكاية يا ناس، المسألة مش خلاص يا حمادة خلاص، أنا مش هضغط عليك أكتر من كده، ومش عايزة أتكلم في الموضوع ده لأني بحس بإهانة أكتر وأكتر. أنا آسفة إني طلبت منك أي حاجة. تصبح على خير. هابي فالنتاين. إيناس، أنوس، أمي بس نتكلم. والله العظيم أنا ما أقصد أي إهانة، إحنا بس إيه اللي خلانا نفتح الموضوع الهباب ده؟ أمي يا حبيبتي، أمي نتكلم بكرة براحتنا وأنا هعمل لك كل اللي أنت عايزه. أمي يا أنس. فضلك يا حمادة بقى تسيبني دلوقتي، أنت حسستني النهاردة إن أنا واحدة من الشارع. شكلي إيه قدام نفسي وأنا حاسة إن جوزي مش مستأمني على حاجة هايفة زي دي؟ صار إن إحنا تسرعنا. أنا رقصت نفسي أوي. يا ناس قومي قومي بقى، ما تبوظيش الليلة بقى. هو ده اللي في دماغك وبس، لكن لا يا حمادة، لازم تعرف إن أنا ست محترمة، ليا حقوق وليا كرامة وليا كبرياء. يا ماما تام، قومي يا كميلة، الظهر ادن يا حمادة.
حمادة. إناس فين يا ماما؟ إناس نزلت من بدري وهيثم راح المدرسة، محدش كسلانة إلا أنت. يلا يلا على ما تغسل وشك كده أكون أنا حضرت لك الفطار. إيه أنتوا اتخانقتوا تاني مع بعض ولا إيه؟ يعني مش خناقة يعني. أصل مراتك نازلة الصبح وجوزها قدامها شبرين. زعلانة مني. صراحة عندها حق. وزعلانة منك ليه بقى؟ برضو يا ماما. اتجوزت خط كده لا جالها شبكة ولا مهر ولا هدية جواز حتى. يا سلام. اللي هي كانت بنت بنوت عشان يجي لها الشبكة والمهر. مش كانت متجوزة مرتين قبل منك؟ الله تحمد ربنا إن أنت مسطرها وبتربي لها الواد اللي مش من صلبك. دي تبوس إيدها وش وظهر. هي كانت تلقى ضفرك يا حماده. يا ماما احنا بنحل ولا بنعقد؟ ما انت عارفه اي ست تحب تتباهى باللي جوزها بيجيبه لها قدام الناس. انا ما جبتلهاش حاجه خالص. وبسلامتها عايزه ايه بقى؟ يعني لو عليها مش عايزه حاجه. هي بتقول يعني اذا كنت اكتب لها المحل سوري كده قدام الناس يعني عشان اثبت لها غلاوتها عني. يا لهوي تكتب لها المحل؟ انت اتجننت يا حماده. يا ماما هي تاخد المحل هتروح على فين؟ هي تاخده غصب عني. ما هي مراتي وعلى ذمتي. يعني محل ده محلها ومحلها محلي. هو انا لو عايزها تكتب لي محلها دلوقتي مش هتكتبه لي؟ اسمع بقى. ان كان على هديه الجواز نجيب لها هديه الجواز. انما تكتب لها المحل ولا تمضي لها على ورق؟ لا. نونا مش انا حبيبك؟ قوي. نفسك ابقى مبسوط؟ ما عنديش في الدنيا اغلى منك. تستجدها معايا بقى وتديني الخاتم ده الدولة. او يبقى اسمع عملت اللي عليا وملهاش حجة بقى. الخاتم ده انت عارف تمنه كام يا حبيبي؟ ده ألماس حر. ابوك الله يرحمه كان جايبهولي من كام سنة بقى ب3000 جنيه. عشان خاطر وحياتي عندك. يا رب اموت. لا اسم الله عليك يا حبيبي. طب خلاص هسيبها. أنا منظري بقى وحش قدام مراتي، أنت يرضيكي بقى منظري بقى وحش. وليني إيه ده؟ ده بطل بطل كمان، يلا. طب يا حبيبي، لبسه لمراتك وربنا يسعدك. ده باين عليه طلع من النوع البخيل يا أنوسة. وتبقي انت كده وقعتي ومحدش سمع عليك. حتة محل مش عايز يكتبهولك. وحياتك لاخده. حماده ده باين عليه مش سهل. بقى القصر ده والعز ده كله ومستخسر في مراته حتة محل ب5-6 مليون. ده انا سمعت ان علاء عزه ابن عمه بيسافر باريس عشان يتعشى ويرجع في طيارة تاني يوم الصبح. امه يا جيش واضح انها ستة قروبة كله تحت البرامج مش مطلعة حاجة خالص. الأستاذ حمادة بيكلمني. طب ردي عليه يمكن غير رأيه ولا حاجة. نعم عاوز إيه؟ مفاجأة إيه؟ أنا خلاص مش عاوزة منك حاجة يا حمادة. قاعدة مع واحدة صاحبتي في كوفي شوب سان رايز في المعادي. اتفضل. باي. جاي على هنا. طيب أسيبك أنا بقى. يلا باي باي. باي. لو سمحت غيالي الحجر وهات لي قهوة سيدي. حاضر يا فندم. بقينا بنشرب شيشة كمان. بالغلب اللي أنا فيه بنفخ في أي حاجة. أنت لسه زعلانة؟ أنت عاوز مني إيه يا حبيبي؟
عايز اشبهك. ممكن؟ ايه ده؟ خاتم الماس حر ست طائرات، مفيش منه دلوقتي. اسمحيلي، ده بقى هدية جوازنا. المهم ما نطولش فترة الخطوبة. ميرسي قوي يا حبيبي. يبقى هنحتفل الليلة بالفالنتاين. الفالنتاين كان امبارح يا حماد. يا حبيبتي ده الفالنتاين بتاع الناس كلها، بتاع النهاردة بقى بتاعنا احنا الاثنين بس. ماشي. صباح الخير يا بلوتو. حمادة بيه، ألف مليون حمد لله على السلامة. أيوة كده، عاوزينك تنورنا على طول. ميرسي يا مزايد. كان في مشكلة كنت عاوزة. مشاكل مش عايز أسمع. أنا لسه خارج من المستشفى، يعني أنا في فترة نقاهة. لو في أي خبر وحش أجله، الدنيا مش هتطير. أيوة بس ما بسش، خلاص خلصت. صباح الخير يا أستاذ حمادة. صباح الخير يا شادي. إيه جايب لنا إيه معاك النهاردة؟ إيه رأيك في دي يا أستاذ حمادة؟ هايلة، تجنن. مسميها يا شادي؟ دي أرنبة اسمها دودة. دودة؟ حلوة قوي يا شادي، انت رسام هايل، انت عارف رأيي فيك من زمان. طب ما تقول رأيك ده بشكل عملي شوية يا أستاذ حمادة. ازاي يعني؟ يعني اشتري مني بزيادة شوية المرة دي، خليني أشم نفسي شوية. حضرتك عارف الظروف، وبعدين حضرتك عارف إني ماليش شغلانة تانية غيرها. بلوتو! ايوه حمادة بيه. شادي هو ماشي، اديله 500 جنيه. خليهم 600 لحسن مزنوق قوي اليومين دول. ماشي يا شادي، 600 جنيه يا بلوتو. حاضر يا حمادة بيه. بقول لك يا فنان، فكر كده لو عملنا دودة دي عروسة، تفتكر؟ لا لا لا، بس دي مش هتبقى عروسة اطفال، دي عروسة كبار. حمادة! الله، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ازيك، وحشتني جدا. دي بقى دودة بتاعتي انا، دودة حبيبتي، دودة الحقيقية. ايه ده؟ هو في دودة تانية غيري ولا ايه؟ فشل يا حبيبتي، مفيش في الدنيا دودة غيرك. ايه دودة شادي دي؟ هي فين دي؟ ايه؟ شادي؟ شادي مين؟ شادي ده. لا ما تبصليش كده، ده فنان موهوب عظيم حقيقي. انت فاكره زمان لما كنت ببعت لك القصص اللي كنت بتعجبي بيها قوي؟ اه فاكراها. دي هو اللي رسمها ومؤلفها كمان. دي بقى هديه مني ليك يا حماده بيه. ايه ده؟ دي تحفه، دي حلوه، انا هاخدها بقى يا حماده والنبي. ايه دي بتاعتي؟ عايز ارسم لك صوره. يرسم لك صوره؟ اه يرسم لي صوره. انا ليا الشرف يا فندم. ميرسي، ربنا يخليك. خد ارسم لها الصوره دي. لا حماده دي زعيله قوي، كان عندي 9 سنين باين ولا ايه؟ بقول لك عبقري، خد. حاضر يا حماده بيه. حضرتك تأمرني بحاجه تانية؟ ولا حاجه يا شادي، ما تنساش تعدي على عم سيد عشان وصول الداليا حسابها عندي. ودي تيجي برضو يا حماده بيه، حضرتك تأمرني. فرصه سعيده يا انسه داليا. انا اسف. دي اللي كنت جايبها لسعادتك. السلام عليكم. مع السلامه. عليكم ورحمه الله وبركاته. اقعدي يا دودة، انت وحشاني اقعدي. وانت جدا. بس باين عليه غلبان قوي. غلبان قوي؟ ده كده نظيف قوي. انت ما شفتهوش زمان، اول ما جالي كنت هطلب له البوليس، افتكرته حرامي. انما قولي لي انت ازاي زوغت النهارده عشان تيجي لي بقى؟ اصل انا طالعه المانيا بعد ساعتين، هقعد هناك ليلتين وبعدين هعمل كونكشن على نيويورك. يا بختك. اصل دي اول مره اروح المانيا، مش طنط نوال بنت عمك عايشه هناك؟ عايشه هناك، دي بقى لها 20 سنه هناك. طيب انا بقى بصراحه عايزه استفيد من اليوم ده، فقلت اكلمها علشان تفرجني على البلد. اديني بقى تليفونها. انت اللي ما عنديش تليفون نوال. ده انا اخر مره كلمتها من 4 سنين لما جوزها مات وحبيت اعزيها، وماما نونا كمان هي اللي طلبتها. انت ما تعرفش تعمل حاجه ابدا يا حماده. ثانيه واحده، هطلب لك ماما نونا. يا نونا، بقول لك عندك تليفون نوال في المانيا؟ ايه؟ ضيعت الاجنده. هو انت ما تعرفيش تحافظي على حاجه ابدا وتقولي لي انا اللي بضيع؟ طب خلاص يا نونا، خلاص خلاص انا هتصرف، مع السلامه. وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هتجيبها منين؟ ولا حاجه، هطلب لك كمان اخوها اكيد عنده. بس بسرعه والنبي، لحسن كده الطياره هتفوتني. اهلا. ايوه ايه كيمو. ايه بقول لك ايه يا حبيبي، عندك نمره نوال اختك؟ ايه في المانيا هيكون فين يعني؟ معاك معاك اهو. ايوه 0049167
خمسة أربعة أربعة نوال. ماشي يا حبيبي، ميرسي قوي قوي. أنا بموت فيك. لا مش أنت، أنا بكلم داليا بنتي. بقولك إيه، الواد أخوك فين؟ أيوه علاء الصايع ده، ما بيسألش يعني. طب أسلم لي عليه الند. واحد اسمه علاء عزو عاوز يقابل حضرتك يعطف بيه. علاء عزو؟ خليه يتفضل. وعد الحر دين علي، قلت لي تعالى زورني، ادينا اهو جيت ازورك. منور المنطقه كلها. يا اهلا وسهلا، والله انتم يا هالمصريين كلامكم بينقط عسل. اشو هذا السجاد العجمي ولا المكيت الاحمر ولا نبرش لك الارض رمل؟ لا 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 مش مستاهل كل ده، ما احنا ايه هنسهر ليله مع بعض ولا نسيت؟ لا شو نسيت، بس نخلص في عقد مع الزلمه. تحب استناك برا؟ لا 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 تفضل، شو بتشرب؟ لا هشرب ايه بقى، ما احنا هنسهر مع بعض النهارده، نبقى نشرب هناك في السهره. ألف مبروك عاتب بيه. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. أهلا بيك. أستاذ علاء، شو محضرنا سهرة اليوم؟ وأنت بتشتري أفلام قديمة؟ ما في أعظم من الفن المصري القديم. أنت بتشتغل إيه بالظبط يا عم أنت؟ تقول عني عاشق التراث. ايه ده؟ تشتغل عاشق للتراث؟ شغلانه حلوه والله. عندك شيء قديم للبيع؟ شيء قديم؟ احنا عندنا بقى بيسموها روبابيكيا. يا سيدي يسموها شو ما يسموها، اي شيء قديم للبيع انا جاهز فورا. وده بقى اللي انا جاي لك عشانه النهارده. ايه رايك لو جبت لك شيء قديم قوي وضخم قوي وفخم قوي؟ تشتري؟ يا سيدي اشتريت، بس شو هي الشغله؟ قصر قديم في المعادي كان بتاع الزباشا. قصر الزباشا؟ بعرفه، بس هذا مو معروض للبيع. واللي باعه لك؟ يا سيدي عمولتك جاهزة، أنت بتعرف أصحاب القصر؟ أنت ناس إن أنا علاء عزو ولا إيه؟ كيف فاتت علي هي؟ أستاذ علاء ليكون القصر ملكك؟ لا هو مش ملكي بالضبط يعني، إنما باسم أختي نوال، وأختي ناوية تبيع. إيه؟ هتشتري أنت ولا أشوف حد تاني؟ علاء بيك أنا أثيل القصر هاد، تذبحني لو حدا غيري أخده. لا 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 أذبحك إزاي بعد الشر؟ المهم ما تذبحني بالسعر. ألف مبروك سعادتك يا باشا. والله كلنا فرحنا يا معالي الباشا. شاكرين شاكرين خالص، تفضل تفضل. استنى حسام عشان عايزك. أمر معالي الباشا. أنا جبتك معايا هنا الإدارة. ده شرف كبير ليا يا باشا إن أخدم مع سيادتك. بقى أنت يبقى جدك منير بيه الجوهري. ما تقوليش. ايوه يا باشا، هو معاليك تعرفه؟ اللي اعرفه راجل محترم كبارة من بتوع زمان اللي ما يتعوضوش. رحت له المحل بتاعه كذا مره، بنتي ميرفت زبونه عنده، غاويه انتيكات يا سيدي. ده على كده بقى يا معالي باشا، احنا لازم نبعت اشاره لجدي لحسن يودينا في داهيه. انا عارف اسعاره في السماء. لا لا المساله مش محتاجه توصيه، بنتي بتاخد منه اللي هي عايزاه وبتدفع له وقت ما هي عايزه. قلتليش اخبار اخوك ابراهيم ايه؟ كويس يا معالي باشا. اه عيل كده بقى كويس. حصل يا معالي باشا. انت حلال دي ميرفت، ازار الترقيه الجديده دي هتدبسني في هديه من عند جدك. ايوه ميرفت. ايوه حبيبتي. ايه مالك؟ تكلمني منين؟ في ايه؟ طيب ما تعيطيش، فاهميني انت فين؟ طيب انا هبعت لك واحد من عندي من المكتب. عملت حادثه على المحور يا سيدي. ثواني وهكون عندها معالي باشا. ها؟ العربية شكلها ايه وماركتها ايه وكم واحد كانوا فيها؟ نقيب حسام عزو يا فندم، الباشا معاكي لحضرتك. ايه اللي حصل؟ شوية عيال كانوا بيعاكسوني وبيزنقوا عليا لغاية ما دخلت في السور. كانوا راكبين ايه؟ عربية خنزيرة خضراء ونمرها سودة، أنا لمحت أول رقمين 6 9. كانوا كام واحد؟ 2. عمليات؟ ده تحفة يا إيناس، أنتِ عارفة سمعان الجواهر يقدروا بكام؟ ب
ب75,000 جنيه. شفتي بقى، اما تقمصنا قمصه صغيره جبنا الخاتم الالماس ده، يعني قمصتين كمان وناخد المحل والقصر كمان لو عاوزين. بقولك ايه يا انوس، ما تشوفي لي حد من العيله دي اتجوزوا انا كمان، ولا هي العيله ما فيهاش رجاله غير حماده؟ لا ازاي، بس كلهم محجوزين، كمال متجوز ومخلف ولاد كبار. خلاص شوفي لي ابن. ده لسه عيل في الجامعه يا جيش، يعني ده مش عشان تتجوزيه، ده تاخديه تتبنيه. يبقى مش فاضل بقى غير علاء عز. علاء اصلا مش بتاع جواز. خلاص يبقى مش ناقص بقى غير انك تسلفيني حماد. هو حضرتك اسمك حسام عزو؟ ايوه. منير بيك جوهر يبقى جدك صح؟ ايوه. ده كلمني قبل كده عليك كتير قوي، بيحبك قوي، بيقول ان حسام ده مش حفيدي، حسام ده زي ابني بالظبط. ربنا يخليكي يا فندم. الو، يا بابي. لا انا كويسه يا بابي، ما تخافش عليا. انا حسام بيه موصلني. لا العربيه هيودوها على البيت. ماشي يا بابي ما تخافش. اوكي اول ما اوصل هكلمك. باي باي. الو مين؟ ابدا الاشاره. العالم السلام يا باشا، واحنا عند كريم كف الجبل. صح عمليات، انا في الطريق. دول الرخصه بقى يا عم. يا عم بالراحه بقى. يا عم دول الرخصه بقى يا عم. يا عم دول الرخصه بقى يا عم. بقى يا عم ارجع لورا كده. يا عم ادوله الرخصه بقى. انت قاعد اهو، انتوا اللي خبطتوا عربيه الانسه. وانت مين بقى سعادتك؟ يا بني ادم انا اللي بسالك. هي اللي مش عارفه تسوق، خبطت في السور لوحدها. ما لمستوهاش يعني؟ لا ما لمسناهاش. والبويه الخضراء اللي في عربيتها دي جت منين؟ انا عارف بقى اسالها. يا بني ادم بكلمك. بقول لك ايه، ابعد من عنوش استعادي يا حسام. مش المرة دي بقى لازم نهز الجامعة كلها. أنا محضر خطبة هقولها للطلبة زي الرصاص. لا لسه ما كملتهاش. طب اسمع المطلع بتاعها ده جامد قوي. شوف يا سيدي، بأمر النظام نحن معزولون عن المشاركة في الحياة السياسية. بأمر النظام نحن أسرى داخل أسوار السجن الجامعي. هل نحن نرتد للوراء؟ هل نحن مطالبون بالتخلف عن قضايانا حتى تسعد حكومتنا؟ إن كل الثورات والانتفاضات التي قامت في تاريخنا قادها الطلاب، وكانوا دائما في المقدمة، في الطليعة. فهل أصدرت الحكومة قرارا بإعدام النخبة؟ طيب أشتيف، هكلمك بعدين. ماشي. إيه اللي أنت كنت بتقوله ده يا إبراهيم؟ لا ده انا كنت براجع مع شريف حاجه في المنهج. انت بتكذب على امك؟ تكذب على امك يا ابراهيم؟ فاكرني عبيطه ولا هبله؟ من امتى الواد شريف ده كان بتاع مذاكره؟ بقول لك يا ماما، انا ما عدتش عيل صغير. لا صغير ولسه صغير، وهتفضل في نظري طول عمرك صغير. انا مش حاسبك تضيع نفسك مع الواد السو ده اللي اسمه شريف. يعني ايه؟ هتحبسيني في البيت؟ هحبسك في البيت يا ابراهيم، ولا كبرت عليا خلاص وما بقتش قادر عليك. بقول لك ايه، انا عارف كويس قوي انا بعمل ايه. انت لا عارف بتعمل ايه ولا فاهم حاجه ولا حاسس بحاجه. دول رفدوك من الكليه وما صدقنا ان هم رجعوك. ايه يا ابراهيم، عايز تموتني؟ عايز نشق هدومي يا ابراهيم افرج الناس عليا؟ يوه هو ايه اللي يو يو يو؟ واديني وايماني ما انت خارج واشوف بقى. يا كلمتي يا كلمتك يا ابراهيم. اوعى. ادي الباب اهو يا استاذ ابراهيم، وادي المفتاح، وريني بقى هتخرج ازاي. لازم سي حماده يشوف له حل مع ابراهيم، ده ملموم على عيال هيودوه في داهيه هيضيعوه. اخص عليك يا ابراهيم. مش عارفه اعمل معاه ايه يا ست نونة، انا احترت خلاص. تجيبيه وتيجوا تقعدوا هنا، يبقى قدام ابوه، لا يعرف يروح كده ولا كده. طب انا اجي اقعد هنا ازاي بس؟ ده لا مؤاخذه يعني سي حماده متجوز دلوقتي. خلاص يجي هو يقعد معانا. ان شاء الله حتى الكام شهر اللي فاضلين لحد الامتحانات ما تخلص.
وماله؟ بيته وبيت ابوه، وانا غلبت وريقي ناشف، اقول له يا ابراهيم تعالى اقعد معانا. ما هو مش هيسمع من حد يا ست نونه غير من سحمده نفسه، لازم هو اللي يقول له تعالى اقعد هنا يا ابراهيم. انا عارفه ابراهيم نفسه عزيزه. يعني الغدا هنا؟ ايه ده؟ عيشه هنا؟ ازيك يا عيشه؟ تسلم من كل راضي يا سي حماده. ازاي يا ابراهيم؟ بيبوس ايدك يا سي حماده. حماده؟ نعم. تعالى حبيبي عايزاك. ايوه. في مصيبه سودة، في بلوه هتطبل على دماغنا كلنا. بلوه ايه؟ انت تروح تجيب الواد ابراهيم بشنطه هدومه بكراريسه. ليه؟ يجي يقعد معانا هنا. هم انطردوا من الشقه. انطردوا ايه؟ الواد ماشي في سكه بطاله. بيعرف بنات. بنات ايه بس؟ الواد عامل لي فيها سياسي وعايز يعمل انقلاب في الحكم في الجامعه. الحق جيبه قبل ما يجرسنا ويقولوا له فين ابوك ويجيبوك ويحققوا معاك. مش عارف الواد ده طالع لمين يا عيشة. انا مش مصدق. وانت ساكته كل ده؟ قولي لي، اديني خبر. ما انت عندك مشاغلك برضه يا سحمات. بس ده اهمال يا عيشة. انت ما ربيتيش ابراهيم كويس. انت عارفه انت لو ربيتيه كويس ما كانش ده حصل ابدا. حسك في الدنيا يا سحمات. حسك معانا يا اخويا. اتفضل اتفضل يا سي حماده، البيت نور. هو فين الاستاذ؟ يا ابراهيم يا ابراهيم تعالى، ابوك هنا وعايزك. اهلا يا بابا. انت لسه هتقول اهلا يا بابا؟ اتفضل يلا لم هدومك وكتبك، هتيجي معايا دلوقتي حالا. اجي معاك فين؟ فين يعني ايه؟ في البيت. تركز الكام شهر، تذاكر كويس. انت مش في ثالثه دلوقتي؟ انا في البكالوريوس يا بابا. ما شاء الله. طب ما خلاص هانت اهي، يلا خلص الكلية عشان تيجي تمسك الحسابات المحل. حسابات ايه؟ أنا في سياسة واقتصاد. أمال مين اللي في تجارة؟ مش مهم، سياسة واقتصاد تجارة ما تفرقش. يلا ادخل لم هدومك يلا عشان هتيجي تقعد معايا في البيت. اتأخرت قوي يا بابا. اتأخرت 22 سنة. اللي قعدني السنين اللي فاتت دي كلها هنا، يعني كام شهر اللي فاضلين دول كمان؟ ايه يا ابني؟ وأنا جاي لك عشان تقطمني؟ اللي بقوله يتنفذ. ادخل البس هدومك يلا هتيجي معايا. طب والست الغلبانه اللي شقت معايا السنين اللي فاتت دي كلها، اسيبها لوحدها وامشي؟ لا ما تسيبهاش. عيشه لو عايزه تيجي اهلا وسهلا. ايه رايك يا ماما؟ تحب تيجي تعيشي معانا في قصر عز وباشا عشان تخدمي الست مرات ابويا الجديده؟ عيب عيب الكلام ده يا ابراهيم، عيب. الواد ده حصل له ايه؟ ده ما كانش كده يا عيشه. اتكلم كويس يا ابراهيم. يعني ده جزاء ان انا جاي اخدك من هنا؟ واشمعنى النهارده بالذات قلبك حن وجيت لغايه الحاره عشان تاخدني اعيش معاك؟ انت مش خايف عليا؟ انت خايف على نفسك؟ يا ابني انت بتكلمني كما لو كنت راميك ومش سائل فيك. ما مش ماما نونا بتجي لك كل شهر يعني؟ ايوه. انا مش سايبك يا ابني. حتى الشهريه اللي بتبعتها لنا ماما نونا مش حبا فينا، برضه الخوف هو السبب. الخوف على اسم عز وباشا. احسن امي تروح تشتغل في البيوت وتبقى الست مرات حماده بيعزه بتشتغل خدامه. اخرس اخرس يا ريت.